السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. الفيديو النهارده سريع قوي، هو تكملة الفيديو فات انا عملته يمكن من سنة عن افضل تركيبة تفسيح انا جربتها في حياتي كلها، بتجيب نتيجة جميلة جدا. فانا الفيديو ده بس انا صورت لكم المكونات بتاعة التركيبة، لان انا الروشتة بتاعتي كانت قديمة جدا وما كانتش كويسة زي ما انتوا شايفين، ففي ناس كتير ما كانتش عارفة توصل للمكونات. انا حاولت اكتبها في الفيديو اللي فات على قد ما اقدر، برضو في بنات عملتها غلط، فانا حبيت ان انا اروح الصيدلية بنفسي واخلي الصيدلي يكتب لكم المكونات ويصورها لي واصورها لكم، لان ده طلبكم انتوا وانا ما اقدرش ان انا اتاخر عليكم في اي حاجة. فيا رب يكون الفيديو مفيد. طبعا انا عارفة ان في ناس كتير ممكن اول مرة تشوف الفيديو ده ومش فاهمة انا بتكلم عن ايه، فعلشان كده انا هسيب لك الفيديو القديم بتاع تركيبة التفسيح دي تحت الفيديو ده، ومعلش هو طويل شوية ممكن يكون ممل، بس معلش عشان انا متكلمة فيه بالتفصيل بالظبط عن التركيبة. والتركيبة دي بتعمليها في صيدلية خليل في اسكندرية، التركيبة ثمنها تقريبا 30 جنيه. فزي ما انتم شايفين كده دي المكونات بتاعتها، وهكتب لكم برضو المكونات تحت الفيديو على طول، والرابط بتاع الفيديو اللي فات هسيبه لكم برضو تحت الفيديو، فانت بس تدوسي عليه هيدخلك على الفيديو الجديد اللي هو التاني لو انت ما شفتوش قبل كده او ما سمعتوش قبل كده. انا دلوقتي بتكلم عن معظم الفيديوهات كلها تفسيح وكده، لان معظمنا طالع من الصيف والناس كتير عندها مشاكل في بشرتها بسبب الشمس والحراره وكده، فحبيت ان انا اعمل ملخص لكلمات تفسيح كتير وانواع كتير وحاجات كتير، بحيث ان انت لو عندك المشكله دي وعايزه حل ليها فان شاء الله تلاقي الحل بتاعك عندي في القناه. وكمان هسيب لكم كل الفيديوهات اللي اتكلمت فيها عن تفتيح البشره تحت الفيديو ده، اتمنى ان انتوا تشوفوها عشان هتلاقوا فيها حاجات كتير مفيده وممكن تلاقي فيه حل لمشكلتك في الفيديوهات دي. يا رب يكون الفيديو ده مفيد وفاتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.